نعم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. الحقيقة المفوضية قطعت شوطا كبيرا في استحضارات الانتخابات في برلمان الإقليم القادم إن شاء الله، واليوم أول يوم يتم استقبال قوائم التحالفات وتسجيل الأحزاب التي ترغب بالمشاركة في الانتخابات القادمة وكذلك المرشحين المنفردين. وأثناء الدوام الرسمي ستبدأ المفوضية واللجان المختصة في مكاتب المحافظات اللي موجودة في الإقليم باستلام ذلك، وتعرف بعد قليل سيبدأ العمل أو ستبدأ الفترة المحددة لعملية تسجيل التحالفات والأحزاب والتي تنتهي لغاية نهاية الدوام الرسمي اليوم الخميس القادم إن شاء الله. وبذلك المفوضية لحد الآن سجلت من الأحزاب والتحالفات سابقا تحالفين وأيضا مشاركة فيها 10 أحزاب وكذلك ما يقارب 58 مرشح. لعل هنالك تغييرات في القوائم التي تم تقديمها سابقا، لأن تعرف هنالك مقاعد للمكونات سينسحب لربما من بعض المكونات من هذه القوائم ويرشح منفردا على هذه المقاعد. وأيضا هنالك كان تغيير ببعض القوائم، يعني تعرف قانون لتقديم قوائم المرشحين أو نظام تقديم قوائم المرشحين على كل حزب أو تحالف يقدم ضعف المقاعد، يعني يقدم أسماء مرشحين ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. وبذلك بعض الدوائر الانتخابية كان هنالك تخصيص من هذه المقاعد للمكونات فيجري تعديل على القوائم، لكن القوائم تعتبر من القوائم التي تم استلامها سابقا هي كما هي، ولكن عليها بعض الإجراءات والتعديلات. نعم، بعد أن اقترحت المفوضية أن يكون 5 أيلول هو الموعد القادم للانتخابات البرلمان، لم يكن هنالك أي مرسوم يصدر لحد الآن في تحديد أو في الموافقة على هذا الموعد أو تحديد موعد آخر، ولا يوجد لدينا أي معلومة بخصوص ذلك. الحقيقة المفوضية تنتظر هذا المرسوم وسيصدر قريبا إن شاء الله، لأن هذا ما تم الاتفاق عليه بين المفوضية والحكومة. والمفوضية تسير الآن بعملها، والآن فتحت باب التحالفات والأحزاب ورغبتها في المشاركة القادمة. تعرف لدينا ما يقارب 39 حزب لحد الآن، ولربما هذا العدد يزداد في الأيام القادمة. وبذلك فإن المفوضية تعمل على جدول العمليات التي أعددها خلال هذه الفترة، والذي سينتهي في 5 أيلول إن كان هنالك مصادقة أو مرسوم يؤكد هذا التاريخ. لا توجد أي عراقيل في الحقيقة بالنسبة لعمل المفوضية، والمفوضية تتأقلم مع كل المتغيرات التي تحصل أثناء عملها، وهذا ما حدث بالنسبة لقرار الهيئة القضائية بأن تكون هنالك المكونات 5 مقاعد ضمن مقاعد البرلمان. وأيضا المفوضية تعمل الآن في جدول عملياتها الذي أنجز منه الكثير في الحقيقة وأنجز المهم منه، وما تبقي في الحقيقة أيضا هنالك استعدادات المفوضية من ناحية موظفي إدارة عملية الاقتراع والذي يبلغ عددهم ما بين 35 إلى 40 ألف موظف. أيضا بالنسبة للمفوضية تدريب كوادرها، بالنسبة لمكاتب المحافظات ومراكز التسجيل تم إنجازها في مرحلة أولى، وستتم المرحلة الثانية في الأيام القادمة إن شاء الله سيحدد موعد لها. بالإضافة إلى التحالفات، الآن بدأت بتسجيل التحالفات وتقديم القوائم بعد أن تنتهي فترة التحالفات، إذن عمل المفوضية يسير بشكل طبيعي. والآن مراكز التسجيل تعمل على توزيع البطاقة البيومترية لنرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة إن شاء الله. في الحقيقة الانتخابات السابقة لما جرت لم تكن هنالك مشكلة، والدليل على ذلك أنه عدم ظهور البصمة لم يكن فقط في محافظات الإقليم وإنما في كل المحافظات العراقية التي جرت بها عملية التصويت. والمفوضية لديها علم ضمن إجراءاتها أن كبار السن والأمراض المزمنة والصناعيين من الممكن أو صعوبة حصول على بصماتهم، بذلك تركت في إجراءاتها أن هنالك 5% من عملية تخطي لهذه البصمة حسب الإجراءات. وبذلك هذه النسبة أعتقد ستخفف من عملية قراءة البصمة وستساهم بذلك.
نعم، تعرف قرار مجلس المفوضين رقم 1 للجلسة الاعتيادية 13 في 3/4/2024 اللي يحق لكل كيان سياسي تم تسجيله حسب قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 أو حسب قانون الأحزاب في الإقليم رقم 17 لسنة 1993 يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة. أما بالنسبة للمرشحين المنفردين أو ضمن القوائم أن يكون عمره 25 سنة في يوم الاقتراع الذي سيحدد، إضافة إلى ذلك أن يجيد القراءة والكتابة، كذلك أن يكون من سكنة الدائرة الانتخابية من خلال تقديم بطاقة السكن أو ما يؤيد ذلك، وهذه الإجراءات في الحقيقة أن يكون موقفه سليم، أن لن يتهم في جنحة أو جريمة أو غيرها، فلذلك لازم أن يكون موقفه القانوني. وبعد تقديم هذه القوائم من قبل الأحزاب سيتم تدقيقها من قبل شؤون المرشحين، شعبة شؤون المرشحين أو المفوضية بمخاطبة الداخلية والنزاهة لبيان موقفهم القانوني. نعم، القوائم السابقة التي قدمت من الأحزاب أو التحالفات وكذلك المرشحين المنفردين سيتم اعتمادها، لكن هنالك بعض التعديلات لربما من قبل الأحزاب أو التحالفات ستجري، وهذا الأمر مسموح به، وبذلك العمل بهذه القوائم مستمر ولا يوجد أي إشكال عليه. لا أعتقد أن هنالك تغيير الأرقام، لأن تعرف بعض التحالفات وبعض الأحزاب لربما ثقف على هذه الأرقام لناخبيه وبذلك من الصعوبة تغيير، وإنما ستكون هنالك قرعة إن شاء الله مكملة، ولكن هذا الأمر لم يثبت به بعد قانون، ننتظر قرار مجلس المفوضين بهذا الأمر وسيعلن في حينها إن شاء الله. نعم، الميزانية تكفي لعمل المفوضية في الإقليم، وما جرى من توقف إجرائي فني ومالي بسبب الأمر الولائي صدر من المحكمة الاتحادية، والآن المفوضية تمارس عملها بشكل طبيعي، وأيضا المفوضية تقريبا جهزت مكاتبها الخاصة بالإقليم بالأجهزة وكذلك تهيئة المخازن وعمليات التدريب، و هذه الأموال تكفي أو كافية لتغطية عملية الاقتراع. للكوتا هي 5 مقاعد في الحقيقة موزعة في أربيل مقعدين للمكون التركماني مقعد والمكون المسيحي مقعد، وكذلك مقعدين في السليمانية مقعد للمسيح ومقعد للأخوة التركمان، وفي مقعد لدهوك للأخوة الأرمن، وبذلك هذه 5 مقاعد يتم الترشيح عليها فردي، وهذا الترشيح يكون ضمن الدوائر الانتخابية. لا، في الحقيقة هو نفس السجل، والمكونات بإمكان الأخوة في المكونات أن يرشح فردي على مقاعد المكونات، وإمكانه أن يرشح مع القوائم الأخرى للتحالفات والأحزاب، وبإمكان الناخب أن يرشح المكون حتى وإن اختلفت قوميته أو ديانته، وبذلك القضية تعتمد على ناخبين بكل المكونات وبكل الأطياف. لا، في الحقيقة تم إيقاف عملية التسجيل البيومتري في 2/6، تعرف لأن المفوضية تحتاج وقت لطباعة البطاقة البيومترية لمن سجل بياناته أو حدث بياناته، والنسبة في الحقيقة عن انتخابات 21 ارتفعت إلى ما يقارب 500,000 ناخب سيشارك أيضا، إضافة إلى ما تم تسجيله في انتخابات 21، وبذلك تعتبر النسبة مرتفعة جدا. وأيضا حققت المفوضية بعملية التحديث ل3 مرات، كانت هنالك عملية تحديث وشملت مواليد 2006 اللي يبلغ أعمارهم في هذا العام 18 سنة، وبذلك عمليات التحديث كانت جيدة وبنسب مرتفعة، وتم طباعة بطاقة البيومترية لمن حدث بياناته سابقا، والآن توزع في مراكز التسجيل البالغ عددها 173 مركز والموزعة في عموم مناطق الإقليم.